أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا إله إلا الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله اتقوا الله تعالى وراقبوه سبحانه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه سورة في القرآن لو فكر الناس فيها لكفتهم هذه السورة آياتها قليلة ومقاصدها عظيمة إنها سورة العصر سورة جامعة للخصال التي يكون بها ناجيا في الدنيا مفلحا في الآخرة والله تبارك وتعالى أخبر في هذه السورة بأن الإنسان في خسر وهلاك إلا من الخصال المذكورة فيها وهي الإيمان بالله وعمل الصالحات وأداء ما افترض الله سبحانه وتعالى على عباده والتواصي بالحق والنصيحة والتواصي بالصبر والأمر بالمعروف والتناهي عن المنكر
وهذا هو حال من اختارهم الله تعالى من المؤمنين أن يكونوا من أحبابه وأصفيائه وأوليائه. فهذه السورة العظيمة تلخص جميع المعارف القرآنية وتجمع شتات مقاصد القرآن في أوجز بيان، فهي سورة وجيزة ألفاظها وكلماتها، بليغة معانيها ودلالاتها، مع وجازتها أتت على الخير بحذافيره وجمعت البر بأنواعه. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ألا ما أعظم شأنها وما أرفع مكانتها وأجزل دلالاتها ومعانيها، سورة بليغة عظيمة مشتملة على موعظة مؤثرة حوت الخير كله وجمعته بحذافيره، وحقيق بكل مؤمن أن يتأملها وأن يتدبر دلالاتها وأن يقف عند وعظها وزجرها، وأن تكون له سائقاً إلى الخير بأبوابه المتنوعة ومجالاته الفسيحة. عباد الله، لقد صدر الله جل وعلا هذه السورة المباركة بالقسم بالعصر، والعصر هو الدهر، هو الزمان الذي هو ميدان الأعمال ومجال الطاعات أو غيرها، والناس مع العصر والزمان بين محافظ ومضيع. وحال الناس مع الزمان والعصر إما في غنيمة وربح، وإما في إضاعة وخسران. والليالي والأيام تمضي، والشهور والأعوام تمر، وكل ما يمر من الزمان والوقت محسوب، وكل ما يمر من الزمان والوقت محسوب على الإنسان ومعدود في عمره، وهو فيه بين خاسر ورابح. وأعظم الخسارة خسارة الإيمان بالله ومعرفته، وهي خسارة لا يمكن تصورها، ويتضمن الشقاء في الدنيا والآخرة. ولهذا أقسم الله عز وجل بحال الإنسان، وأكد أنه في خسران ونقصان، وأكد أنه في خسران ونقصان في كل أحواله. ثم إن الخسران محيط به من كل جانب، واستثنى من ذلك الخسران من اتصف بأربع صفات، وهي: الصفة الأولى الذين آمنوا بماذا؟ آمنوا بالأصول الستة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام حين سأله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهو الإيمان الذي لا يخالجه شك ولا تردد. الصفة الثانية عملوا الصالحات، فهم بجانب كونهم آمنوا بالله أيضاً التمس، فهم بجانب كونهم آمنوا بالله أيضاً التزموا بالعمل الصالح الناتج عن ذلك الإيمان، فإيمانهم قول وعمل وليس قولاً فقط، فهم لم يقتصروا على مجرد ما في القلب، بل عملوا وأنتجوا، وأعمالهم اشتملت على أمرين مهمين، وهما الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. الصفة الثانية تواصوا بالحق وهو الشرع، فهم لم يقتصروا نفع أنفسهم فقط، بل نفعوا غيرهم أيضا. الصفة الرابعة تواصوا بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة. وكفى بهذه السورة موعظة، والإنسان العاقل إذا عرف أنه في خسر وأنه لا سبيل له إلى الربح العظيم إلا إذا اتصف بهذه الصفات الأربع،
فإنه سوف يحاول بقدر ما يستطيع أن يتصف بها وإلى تخليص نفسه من الخسران. عباد الله، وبهذا نعلم أن هذه السورة الوجيزة البليغة اشتملت على قواعد الإيمان وأصول الدين وشرائع الإسلام والوصايا العظيمة المرضية، فما أحرانا عباد الله أن نعتني بهذه السورة تفكراً وتدبراً لتكون لنا إماماً في السير في طاعة الله وفراراً من الخسران والعواقب. وإنا لنسأل الله جل وعز أن يعيننا على طاعته وأن لا يجعلنا من الخاسرين، وأن يجعلنا بمنه وكرمه من أهل الإيمان والأعمال الصالحات، من المتواصين بالحق ومن المتواصين بالصبر. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، ثم أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أصلي وأسلم على الرحمة المهداة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله،
يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. إكرام يا رحمن الدنيا والآخرة، أسألك باسمك العظيم، أسألك يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام، أسألك أن تغفر لنا ذنوبنا أجمعين. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. آمين. اللهم يا رحمن يا رحيم. آمين. نستغفرك ونتوب إليك، فاغفر لنا ذنوبنا واقبل توبتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واقبل توبتنا. اللهم إنا نتوب إليك من كل ذنب، اللهم فاغفر لنا وتب علينا. اللهم فاغفر لنا وتب علينا. آمين. يا رحمن. آمين. يا رحيم. آمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. اللهم إنا نسألك أن تهدينا إلى أحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا رحمن يا رحيم، نسألك يا الله أن تهدينا، نسألك أن تهدينا وأن تدلنا إليك. اللهم دلنا إلى الصراط المستقيم، وثبتنا، اللهم ثبتنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. آمين. ويا مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا وأبصارنا إلى طاعتك يا رب العالمين. اللهم اهدنا وتب علينا وسددنا. اللهم اهدنا وسددنا. آمين. اللهم اهدنا وسددنا يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه. آمين. الذي ترضاه عنا يا سميع الدعاء. آمين. يا رب العالمين، إلهنا وخالقنا ورازقنا، اجتمعنا في هذا المكان المبارك. اللهم. آمين. هؤلاء عبيدك اجتمعوا في هذا المكان المبارك حبا لكتابك. اللهم إنهم اجتمعوا في هذا المكان المبارك لأداء فريضة، لأداء صلاة الجمعة. اللهم فاقبل صلاتنا. آمين. اللهم اقبل صلاتنا. آمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا. آمين. مرحوما. آمين. واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. آمين. ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. آمين. يا رب. آمين. العالمين. اللهم يا رحمن يا رحيم، اقبل اجتماعنا هذا. اللهم اقبل اجتماعنا هذا. آمين. اللهم تقبله واجعله خالصا لوجهك الكريم. آمين. يا رب العالمين، اللهم أصلحنا وأصلح بنا واهدنا ويسر الهدى لنا يا رب العالمين. آمين. اللهم يا قاضي الحاجات، اقضي حاجاتنا. آمين. اللهم اقضي حاجاتنا. آمين. اللهم إن لنا حاجات لا إنك تعلم. اللهم إن لنا حاجات لا يعلمها إلا أنت، فاقضها لنا يا رب العالمين. يا اللهم اقض حاجاتنا ويسر لنا أمورنا، وفرج همومنا واكشف همومنا. آمين. اللهم فرج همومنا واكشف همومنا، واقض ديوننا. اللهم اقض ديوننا. اللهم وارزقنا من حيث لا نحتسب. آمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. آمين. اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم وفق القائمين على هذا البرنامج وعلى هذا اللقاء. اللهم. آمين. وفقهم. آمين. وسددهم. اللهم كل من ساهم في إنجاح هذا اللقاء وهذا الاجتماع. آمين. اللهم وفقه وسدده واحفظه يا رب العالمين. آمين.
اللهم وفق كل من ساهم في إنجاح هذا اللقاء. اللهم وفقه يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا. اللهم أصلحنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إلهنا لا تجعل في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا مسافرا إلا إلى أهله رددته. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هيئ لأمة الإسلام أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم أصلح المصلحين من أمة نبيك صلى الله عليه وسلم. آمين. وألف بين قلوبهم. آمين. وأصلح ذات آمين. بينهم. اللهم أصلح ذات بينهم. آمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر أمة نبيك صلى الله عليه آمين. وسلم. اللهم أعز أمة نبيك صلى الله عليه وسلم. آمين. هيئ لها أمرا رشدا. اللهم يا رحمن يا رحيم احفظ الإسلام والمسلمين. آمين. في كل مكان. آمين. وانصرهم على أعدائهم يا رب العالمين. آمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل دائرة السوء عليه يا سميع الدعاء. آمين. يا رب العالمين. آمين. اللهم يا رحمن يا رحيم لا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. آمين. إنك أنت الوهاب. آمين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. آمين. ربنا أصلحنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. آمين. يا رب العالمين. آمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. آمين. وتولنا فيمن توليت. آمين. وبارك لنا فيما أعطيت. آمين. وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة يا رب العالمين. آمين. اللهم إنا نسألك الجنة بلا حساب ولا عذاب. آمين. اللهم آمين. إنا نسألك آمين. الجنة بلا حساب ولا عذاب. آمين. يا رب آمين. العالمين. اللهم أدخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب. آمين. يا رب العالمين. اللهم يا رحمن يا رحيم أجرنا من النار وأعذنا من النار. آمين. اللهم أجرنا ووالدينا ووالديهم وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا. اللهم حرم أجسادنا على النار. آمين. اللهم أدخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب. آمين. يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربونا. آمين. صغارا. اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا. آمين. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء. آمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربونا صغارا. آمين. اللهم من كان منهما حيا فأطل في عمره. آمين. وارزقنا بره يا رب العالمين. آمين. اللهم ومن كان منهما ميتا
فاغفر له وارحمه وأنزل على قبره شآبيب الرحمات يا رب العالمين. اللهم اغفر لإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن لهم حق علينا ومن أوصانا بالدعوة الصالحة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. آمين. اللهم أصلح شباب المسلمين وفتياتهم. آمين يا رب العالمين. اللهم أصلح شباب المسلمين وفتياتهم. اللهم أصلحهم يا رب العالمين واجعلهم باردين بآبائهم. آمين. وأمهاتهم. آمين. يا رب العالمين واجعلهم رفعة للإسلام والمسلمين. آمين. يا ذا الجلال والإكرام. آمين. إلهنا هذا الدعاء ومنك الإجابة وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم استجب دعاءنا. اللهم استجب دعاءنا. اللهم استجب دعاءنا ولا تردنا خائبين. نعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله.